الزمالك بيبدع ويمتع ويعود للصدارة برباعية على المقصة في أداء ممتع من فرجاني ساسي ومن أوباما ومن بن شرقي وحتى من شيكابالا من عبدكة. الزمالك بيعود للصدارة بأداء مميز وعبقرية من باتشيكو. هنتكلم في كل حاجة في حلقة النهاردة، بس طالما الحلقة دي وصلت لك انزل اعمل لايك عشان توصل لأكبر عدد من الناس، ولو مرة تشوف ننزل اعمل اشتراك في القناة وفعل الجرس عشان يجيلك كل جديد وعشان نوصل 5000 مشترك قبل نهاية 2021. يلا بينا نخش في الحلقة. حطيني رقم واحد في القصير. باتشيكو النهارده بدا بتشكيله جديده، ومن وجهه نظري باتشيكو النهارده كان بيجرب التشكيله اللي هيبدا بيها مباريات افريقيا. بدا يعني بالشكل اللي هو في نص الملعب، ممكن يكون بيلعب بثلاثه في نص الملعب، بدا حارس المرمى ابو جبل قدام محمود علاء ومحمد عبد الغني، ناحيه يمين حازم امام، ناحيه شمال فتوح، بيلعب بثلاثي في نص الملعب طارق حامد وفرجاني ساسي وامام عاشور، بيلعب كمان بثلاثي امامي يوسف اوباما كمهاجم صريح، وناحيه الشمال بن شرقي وناحيه اليمين زيزو. وهنا كانت التركية بتاع باتشيكو، هل نص ملعب بيلعب ب 4-3-3 ولا يلعب 4-1-4-1؟ هنا اللي كانت اللغط، بيلعب هيلعب كده ولا هيلعب كده. ولكن باتشيكو بدأ المباراة، الراجل ده اللي بيعجبني فيه ان هو بيدرس الفريق اللي بيلعبه كويس جدا، الفريق اللي بيبقى ضده الخصم بتاعه بيذاكره كويس جدا، بيدرسه كويس جدا، بيعرف نقطة القوة ونعرف نقطة الضعف، وبيقفل على نقطة القوة وبيعرف يستغل نقطة ضعف الخصم كويس جدا. النهارده كل الناس عارفة ان ايهاب جلال بيحب يحضر من تحت، بيحب يلعب الكورة، بيحب الاستحواذ لحد ما بيجيب الجول. وهنا بقى جه باتشيكو وعمل الضغط العالي على ايهاب جلال، ومش بيضغط ضغط عالي عشوائي، لا ده بيضغط ضغط عالي بطول الملعب، واللي هو بيقفل كل منافس التمرير وكل الضغط، واحيانا كمان كان بيحاول يوجه الهجمه في اماكن معينه، يخلي اوباما يقفل زاويه التمرير على لاعب معين، او بن شرقي يقفل زاويه التمرير على لاعب معين، وكان بيخلي ان المقصه الزمالك كل ما بيضغط عليه او كل ما يعمل بريشر قوي بيخطف الكوره، كل ما يعمل بريشر قوي بيخطف الكوره. ده شفناه كذا مره الشوط الاول، في كذا مره في كذا لقطه بنشوف بن شرقي بينقض على لاعب المقصه يقطع كوره، اوباما ينقض على لاعب المقصه، او امام او طارق او كل عناصر اللعيبه بتاعت النهارده بتاعت الزمالك كانت بتضغط ضغط عالي جدا على لعيبه المقصه عشان تستخلص من الكره، عشان عارفين ان المقصه لما بتضغط عليه او لما بتعمل ضغط عالي عليه في الناحيه الدفاعيه بتاعته اللي هو بيجي يحضر لعب تعرف تستخلص الكره بكل سهوله. الحاجه الثانيه برضه اللي كان بيعملها النهارده باتشيكو ان كان بيخلي فرجاني ساسي متحرر ازاي، مش بايده بمركز معين، يعني مثلا مش بيلعب نص ملعب ناحيه اليمين او نص ملعب ناحيه الشمال، لا كتير جدا كنا بنشوف فرجاني ساسي بيروح ناحيه الطرف عشان يفتح زاويه التمرير ناحيه الشمال، او بيروح ناحيه الطرف ناحيه اليمين عشان يفتح زاويه التمرير، او بينزل نص الملعب. والتحرر بتاع فرجاني ساسي ده باتشيكو مديهوله ليه بقى؟ كان مديله باتشيكو التحرر الكبير اللي كنا شايفينه النهارده من فرجاني ساسي، ان يخلي لعيبه المقصه تخش نص ملعب الزمالك، يخلي لعيبه المقصه تطمع اكتر، يخلي لعيبه المقصه تضغط على لعيبه الزمالك عشان تستخلص منه الكوره. وهنا الكوره الطويله او اللونج بول، اللونج بول بيلعبها في ظهر لعيبه المقصه اللي هي بتضغط عليك، سواء لعيبه نص الملعب او لعيبه المهاجمين بيضغطوا عليك بكل شراسه ويبقى في مساحه في ظهرهم، فبتلعب الكوره الطويله، فلعيبه الزمالك بتبتدي اللي هي يبقى في الكثافه الهجوميه بتاعت اللعيبه، وكمان التحول من الدفاع للهجوم بكل سهوله. شفنا في كذا لقطه كتير جدا النهارده الزمالك بيروح ب 4-2 او 4-3 او 5-3 بين امام وبن شرقي واوباما وزيزو وساسي، كله بيضغط على لعيبه المقصه عشان يجيبوا جول، والزمالك قدر فعلا الشوط الاول يقدر يخرج بجولين، جول من بن شرقي بيلبس الحارس ضربه جزاء بمعلمه كبيره جدا، والجول الثاني من يوسف اوباما بالتمريره من بن شرقي بالكوبري الجميل في نص الملعب بيعدي ويدي ثرو لبن شرقي لاوباما وهو بشماله في البعيده جول. ولكن كان في رعونه هجوميه كبيره قوي 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 عند لعيبه الزمالك، رعونه هجوميه كبيره. الزمالك كان يقدر الشوط الاول بس يخرج 4-5 بس، زيزو ضيع ثلاث كور، بن شرقي ضيع كورتين، اوباما ضيع كوره، كله كان بيروح للمرمى عايز يهدف وعايز يجيب هو الجول. زيزو شفناه في كذا لقطه شاط كذا كوره، كوره جت في العارضه وكوره طلعت فوق العارضه وكوره الحارس شالها وبن شرقي كوره فتحت منه، فالرعونه الهجوميه دي مش مطلوبه من لعيبه الزمالك. اللي انت تروح وتجيب جون على طول ده اللي مطلوب، اللي انت تخش على مباريات لازم تخطف فيها. هتخش على مباريات في الجاي، في المباريات اللي جايه في الدوري او المباريات اللي جايه في افريقيا، بتخش على مباريات او سيناريوهات مباريات تبقى محتاج ان انت تجيب جون وتخلص الماتش على طول، ما يبقاش فيه رعونه هجوميه، من نص فرصه تسجل. خرج الزمالك الشوط الاول 2-0، كنت متوقع الزمالك الشوط الثاني ينزل اهدى او ينزل هادي او يتراجع لورا، لكن لا ده ما شفناهوش. الزمالك بيخش الشوط الثاني ضد باتشيكو بيضغط ضغط عالي، بيقرف المقصه، برضه بيستخلص الكره في نص ملعب المقصه كتير جدا، بيروح على مرمى المقصه بيجيب جول، بيجيب الثاني، بيخرج المباراه 4-0. وباتشيكو المميز
انه بيدي فرص للعيبه. شفنا النهارده اسامه فيصل بياخد فرصه، شفنا النهارده ابو عبد الله جمعه بياخد فرصه، شفنا شيكابالا بينزل. بس في حاجتين لازم باتشيكو يتكلم فيها لعيبه الزمالك. الحاجه الاولى وهي الرعونه الهجوميه، ده لازم باتشيكو يحذر منه لعيبه الزمالك. الحاجه الثانيه الدفاع، محمود علاء لازم باتشيكو ينبهه، لازم باتشيكو يقول له لا لازم تركز في بعض الحاجات، الغلطات اللي انت بتغلطها دي ما ينفعش تغلطها، ولازم يدربه ان هو ما يغلطش الغلطات دي. الحاجه الثالثه وحاجه مهمه جدا، الجبهه اليمين بتاعه الزمالك. الجبهه اليمين بتاعه الزمالك النهارده والماتش اللي فات والماتش اللي قبله تقريبا من بدايه الدوري جبهه ميته. الجبهه الميته، جبهه ميته ليه؟ بسبب ان زيزو مش في افضل حالاته، زيزو مش في افضل فورماته، زيزو بره الفورمه تماما، اوت اوف فورم تماما، زيزو مش مميز، زيزو مش عارف ماله، في حاجه غلط. زيزو لازم تقعد زيزو جنبك على الدكه شويه وتدي فرصه للاعب اسمه محمد ونجم، لاعب كويس قوي، لو اديت له فرصه اديت له الثقه هتشوف لاعب تاني من ونجم. بتمنى المباريات اللي جايه تخلي زيزو يقعد جنبك على الدكه شويه وتدي فرصه لونجم. الحاجه الرابعه وان انت حازم امام، طالما انت في بدايه هتعتمد على حازم امام، خلاص انت قررت ان انت تخش الموسم هتعتمد على حازم امام، ليه واخد مكان محترف للباك اليمين حمزه المسلوسي؟ فين المسلوسي؟ كل ده بيتجهز؟ طب انا اعرف اللاعب اللي بيتجهز ممكن تدي له 10 دقائق، ربع ساعه، ثلث ساعه في شوط، مره على مره على مره ياخد رجليه المباريات ويبتدي يخش في فورمه المباريات، لكن انت مستبعد تماما المسلوسي، ما تدوش اي فرصه. حازم امام مش اللاعب اللي يلعب الزمالك، مش اللاعب اللي يبقى باك يمين نادي الزمالك. لازم المباراة اللي جايه باتشيكو ياخد باله من الحاجات دي كلها، لازم يدي فرص لحمزه المسلوسي، يدي فرص لنجم. واتمنى من اداره نادي الزمالك ساسي، فرجاني ساسي شفناه النهارده لما بدا المباراه، لما رجع تاني لنص ملعب الزمالك التيمبو اتظبط. شفنا النهارده لعيبه الزمالك التحرر الكبير للعيبه الزمالك اللي هم مش قلقانين من حاجه، فرجاني ساسي بيقطع، بيرمي سيروهات، بيلعب كوره سلسه، بيلعب كوره بسيطه، بيودي لعيبه كوره لونج بوس، لونج باس او سيروهات، بيلعب كوره جميله فرجاني. لازم 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 فرجاني يتجدد. خلاص سمعت ان خلاص جلطة سراي بتخلص ومصطفى محمد خلاص، ودوا مصطفى محمد جلطة سراي وجددوا فرجاني اساسي، عدلوا عقد زيزو، عدلوا عقد الونش، خد الفريق بتاعك متكامل، لان الفريق بتاعك طول ما هو متكامل طول ما هو هينافس على البطولات. كمان في حاجه ثانيه كنا بنتكلم فيها في المباراه وهو امام عاشور، في وجود فرجاني اساسي في نص الملعب امام عاشور كده ما بقاش ليه دور، كده امام ما بقاش ليه دور، لازم امام لازم يتوظف في مكان ثالث. النهارده امام عاشور شفناه طول المباراه هو اللي بيعمل له عايز يشوط، كل دوره في المباراه لو عايز يشوط، مفيش دور كتير في المباراه او دور في نص الملعب ما بقاش موجود. ليه؟ لان فرجاني اساسي بقى يلمس الكوره اكتر، هو اللي بقى بيستحوذ على الكوره اكتر، هو اللي بقى يشغل اللعب اكتر. لاعب نمره 8، لاعب نص ملعب نمره 8، ده اللاعب اللي كنا بنتكلم فيه. الناس اللي كانت بتقول لك نمشي فرجاني اساسي عادي جدا وعندنا امام عاشور خلاص بقى بديله، لا اديك شفت النهارده لما فرجاني اساسي بدا اداء الزمالك كله تحول، اداء الزمالك كله بقى افضل. ليه؟ لان بقى عندك لاعب نمره 8 مميز، بصير مميز، عينيه كويسه، لكن امام عاشور لسه ما خدش خبره اللاعب نمره 8. لازم امام عاشور لا اما يقعد على الدكه بديل لفرجاني اساسي لما نحتاج ننزله، او لما تبقى عايز تلعب بثلاثي في نص الملعب تلعب امام عاشور، او توظف امام عاشور في مركز ثاني في ارضيه الملعب. بس في الاول وفي الاخر ده كرأي، ومبروك الثلاثه بونت، ومبروك رجوع الصداره. اتمنى نستغل ان الاهلي يبقى منشغل في كاس العالم في قطر، نبقى مستغلين الحته دي ونكسب كل المباريات اللي جايه، لان الكسبان بتاعك لكل المباريات اللي جايه هتخلي الاهلي لما يرجع لقطر من قطر يبقى عليه ضغط كبير، فلازم نكسب كل المباريات اللي جايه. وباتشيكو تحيه كبيره جدا 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 لباتشيكو، واتمنى ان احنا نجدد له اكتر واكتر، وزمالك ممتع وزمالك جميل. مبروك لكل جمهور الزمالك. ولو في الاخر ده الراي انا بمباراه الزمالك والمقصه، قول رايك انت في الكومنتس، قول لي الزمالك هل قادر يفوز بالدوري دوري ابطال افريقيا السنه دي ولا صعب شويتين وممكن يكسب واحده منهم بس؟ قول رايك في الكومنتس. ولو الحلقه عجبتك ما تنساش تعمل لايك، واول مره تشوفني انزل اعمل اشتراك في القناه وفعل الجرس عشان يجي لك كل جديد، وعشان نوصل 5000 مشترك قبل نهايه 2021. وتابعنا على السوشيال ميديا بتاعتي فيسبوك وتويتر وانستجرام، هتلاقي السكريبشن تحت، واعمل شير على فيسبوك، ريتويت على تويتر. وكان معاك مصطفى، نشوفك الحلقه الجايه. سلام.